وأحداث هذا اللقاء الكبير هنا في هذا المساء الكبير هنا في هذا الملعب الرائع وفي هذه المدينة الجميلة. وكالعادة جمهور الاتحاد الجمهور العظيم والجمهور الكبير يحضر في هذا المساء بالشكل الجميل كعادته الحية، ولوحة جميلة جدا فنية تضاف إلى خزائن هذا النادي طبعا كروح الاتحاد وكروح لهذا النادي وكقوة دائما وأبدا. يستمد نادي الاتحاد الكبير الاتحاد السعودي يستمد قوته من هذا الجمهور الكبير سواء هنا في هذا الملعب هنا في هذه المدينة اللي بتحمل طبعا يعني مدينة الملك عبد الله ملعب الجوهرة المشعة والملعب الجميل هنا في جدة. أجواء جميلة الحياة استقبال يليق بقيمة المحب أيضا نادي الوصل الإماراتي في هذا المساء. هو لقاء أشقاء لقاء جميل الحياة على كل المستويات على مستوى نادي الوصل وأيضا على مستوى الطاقم التحكيمي لهذا اللقاء. كل التمنيات إن شاء الله بالتوفيق كبداية وحسن بداية بالنسبة لناديين الكبيرين نادي الاتحاد السعودي والوصل الإماراتي هنا في هذا المساء السعودي وفي أيام مباركة جميلة الحياة بتعيشها المملكة العربية السعودية والأمة الإسلامية بشكل عام. حضور جميل جدا جماهيري كالعادة في الجوهرة المشعة ويقترب لخمسين ألف متفرج في أجواء جميلة وفي أهازيج جميلة وفي حضور جميل الحياة وفي يوم يكون إن شاء الله من أحلى أيام نادي الاتحاد ويحمل قيمته ويحمل طموحاته أيضا النجم الكبير كايو. يبدأ النهاردة نادي الوصل بحارس مرمى يوسف الزعابي 12 أربعة مدافعين على اليمين سالم العزيزي 44 على اليسار عبد الله خميس 96 تشكيلة فريق نادي الاتحاد النهاردة حارس مرمى عساف القرني حسن معاذ على اليمين منصور الحلبي على اليسار أحمد عسيري عمار الدحيم اثنين مدافعين قلب ومنهم كريم الأحمدي جوناس فيلانويفا عبد الرحمن الغمدي ألكسندر بيزيج ورومارينيو روماريو دا سيلفا لأجيال عظيمة توالت على نادي الوسط. يمشي على طول الكرة من الجبل من الخطير ده كايو 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 والوسط العرضية فرصة الأول أوبا جول جول أول توقيع فينيسيوس ليما. بقول لك الوصل عنده عين تلاقي لعيبة أجانب ممتازين. يتقدم الوصل الإماراتي بأول أهداف في المباراة بعد 12 دقيقة لعب ليما 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 دي ليما فينيسيوس دي ليما لاعب الوافد الجديد. شوف الكرة شوف العرضية شوف الانطلاقة من الخطير كايو والجبهة اليمنى لصالح الفهود لصالح نادي الوصل يتقدم هنا في الجوهرة يتقدم في الملعب الجميل يتقدم في شعاع جماهيري عظيم بالنسبة لنادي الاتحاد بالنسبة للوصل الإماراتي الكبير. تمشي على طول الكرة تاني في أقصى اليسار أول مرة يروح ويزيد انطلق منصور الحربي النجم الكبير لاعب الدولي السعودي الجميل والعرض الخطيرة يضغط محاولة التسديد يضغط لكن على طول خطيرة والتعادل لكن على طول ممتاز. يا سلام عليك يا سعابي كرة خطيرة للاتحاد كرة خطيرة في مشاكل في بعض المشاكل على السنتر باك أو على دفاعات نادي الوصل. شوف المتابعة شوف الرقابة وده على طول عبد الله صالح والتسديدة من كريم الأحمدي تعدي راحت له على طبق من دهب عايزة وجه القدم وعايزة تمطوح رجلك يا راجل غريبة جدا عملها غريبة جدا أدي التصويبة وعملها من وضع تشريحي أي كلام خالص. شوف الكورة وشوف الفرصة لكن على طول فرصة العمر وهنا بأقدام ألكسندر بيزيج يمشي على طول الكرة تاني صالح الاتحاد يا سلام اللمسة لكن يلعب الكرة تاني في الجانب الأيمن تحضير عن طريق حسن معاذ والعرض الخطير يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد لكن يطلع على طول تاني من أمام الغامدي. خلي بالك الغامدي خطير الغامدي يتفتح وتغمض تلاقيه بيزغرط في المرمى خطير جدا لكن يضغط نادي الاتحاد كله عن طريق الانسايد رايت كله عن طريق حسن أبو علي حسن معاذ الجبل اليمنى والرأسية ركلة ركنية من الجبل اليسرى 30 دقيقة لعب لقاء جميل جدا مفتوح لقاء الأشقاء عرضية خطيرة جدا رأسية موجودة ويطلع على طول تاني ويقلش علي هوبا عالمي جول عالمي الاتحاد عالمي الاتحاد بتاع آسيا في 2004-2005 بفلسطين جميلة يا ولد يا ولد يا ولد الله عليك كريم الأحمد يا روعة يا روعة يا روعة يا روعة يا روعة يا روعة يا كيمو يا ولد يا ولد يا ولد فلسطين ايه فلسطين هفولي جميلة هفولي جميلة هفولي روعة 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 رايحة في المقص عند يوسف الزعابي ويعيد من خلالها النمور يرجع نادي الاتحاد السعودي الجديد. بصوا شوف المتعة كحل عينيه الكرة الله
ومحاولة دي لافولي. بص بص لافولي، هوبا ولد يا ولد يا ولد، وهو واقف وهو واقف وهو واقف، حطها مطوح رجليه مطوح رجليه وراحت تزغرت في الشباك في المقص اليمين ليوسف الزعابي ليعلن عن تعادل لنادي الاتحاد السعودي. لعيب الخبرات الكبيرة جدا جدا جدا، هل الزعابي كان ممكن يعمل تكوف أفضل؟ هل الضغط اللاعبي نادي الاتحاد كان متأخر؟ هل يسأل عنها الزعابي؟ لكن شوف الموهبة وشوف المهارة، شوف النجم المغربي العربي الجميل في أمسية ذهب الدور 32. شوف شوف الجمهور، شوف شوف الجمهور، الجمهور ده تقول عنه زي ما انت عايز تقول. الحقيقه جمهور عاشق ومحب، وتيفوهات بيعملها وعشق بيعمله، نادي خسران السوبر ويحضر له هذا الحضور الجماهيري، هو ده علامه الاستفهام. نادي خسران السوبر امام الهلال من ايام قليله ويحضر له اكثر من 50,000 متفرج، هو ده السؤال يا جماعه، هو ده العلاقه الجميله، علاقه الحب من طرفين ليس من طرف واحد. نادي يعشق هذا الجمهور، وهذا الجمهور يدوب عشقا في حاجه اسمها نادي الاتحاد. هم دول اصحاب الروح الخاصه، هم دول اصحاب الروح الخاصه، الاصفر في الاسود، الروح القتاليه الجميله، امتداد القوه بالنسبه للاعب الاتحاد، وياتي بالاتحاد من بعيد من بعيد. تمشي الكره تاني على طول في نص الملعب، الكاونتر اتاك المساحه، يروح معاذ ابو علي يا لعيب، يمشي حسن ابو علي، حسن ابو علي، حسن ابو علي عدى خطير الاتحاد، هوبا محاوله هتاخد تاني، لكن يقطع الدفاع الوصلاوي، والمره دي الزعابي، الزعابي يوسف الزعابي ركنيه، الله الله، فيلانويفا فيلانويفا بتاريخ الاربع اهداف مع الوصل. شوف الكره على طول دربكه لخبطه في الدفاع، وبدات اللياقه البدنيه، وهوبا العرضيه خطيره، لكن يوسف الزعابي وركنيه، يوسف الزعابي وركنيه، دربكه لخبطه، لكن على طول تاني لاعب عبد الرحمن الغامدي يعمل الكره في كعب القدم. طريعه الافضليه افضل لصالح الاتحاد استحواذا، لكن بنتيجه النتيجه الوصل موجود في الجيم، خطيره جدا، هوبا ولد مش ممكن، لكن الدفاع ممتاز، الدفاع وكره خطيره. عبد الرحمن الغامدي، عبد الرحمن الغامدي في مشاكل في دفاع الوصل، في مشاكل في دفاع نادي الوصل. شوف الكره عرضيه ملعوبه، ودي الاستلام ودي المهاره، لكن على طول الدفاع تاني. شوف كم واحد لعيب نادي الوسط هنا، لابد يكون في ضغط موجود، 10 لعيبه بيلعبوا في 25 يارده، برغم ذلك اللعيب يستلم ويسدد، غريبه جدا، غريبه جدا 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 جدا، مش ممكن 10 لعيبه تحت الكوره وبرغم ذلك لاعب يستلم الكوره. شوف هنا التمركز لاعبي نادي الوسط متاخرين جدا في الضغط، وبعد 40 دقيقه لعب تحس ان المخزون البدني او اللياقه البدنيه عمار. يقطع تاني فينيسيوس دي ليما، ظهر دي ليما اول تلت ساعه وبعد كده غاب دي ليما، يمشي على طول الكره في اليمين، يا سلام عليك ابو علي، عجبني حسن معاذ والعرضيه من حسن، حسن 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 اللي ماسك مكتب التوصيل والتصويب، اوه لكن ركله مرمى، لو كريم الاحمدي يبقى واحد من نجوم الشوط الاول. البرنس عبد الله جاسم يرجع الكره تاني خطيره للوحده، محاوله تاني واتحاد تسديده والتصويب من حسن معاذ، هو ده حسن اكس 5، لعل وعسى تتغير في الهافتايم الثاني، انما شوط ثاني مجمل ممتاز، الاتحاد حاول والوصل حاول، وايضا حكم اللقاء الان لحلو بن ابراهيم الحكم الجزائري يطلق صافره نهايه الشوط الاول. اذا شوط المباراه الثاني صافره لحلو بن ابراهيم، مباريات وادوار دوري ابطال اسيا النهارده، في بطوله اخرى بطوله جميله، البطوله العربيه، فريق التسعيني وفريق الشعب وفريق النمور، والقاب والقاب على جمهور الاتحاد وروح الاتحاد، والعرضيه والتسديده للتير السنتر باك بتوع الفريق. يرجع الكره تاني كارلوس فيلانويفا، عرضيه خطيره جدا، اوه يا ولد رومارينيو، والتحضير لكريم في البعيده خطيره، اوه بقول لك خطير ده، خطير ده، خطير ده، كريم الاحمدي يا ولد يا ولد يا ولد، لقاء الشقيقين، واحد من نجوم اللاعب كريم الاحمدي لنادي الاتحاد. 13 دقيقة جميلة في الهافتايم الثاني، مباراة الكبار جميلة دائما وابدا، يمشي على طول الكرة تاني، ادي التحضير، التحضير والعرضية خطيرة، هوبا يركب في الانويفا قصير، لكن اكيد نادي اللي عنده قاعدة جماهيرية في كل مكان في دولة الامارات العربية المتحدة، تاريخه وارقامه، كرة طويلة خطيرة لو انفرد خطير، هوبا ياخد ظهره، ممكن تاني يا ولد، تاني يا ولد، لكن تضيع، يا الله، فينيسيوس دي ليما برضه، فينيسيوس دي ليما هو اللي واخد تعليمات يجي من جوه، يخترق من العمق، فينيسيوس دي ليما ظهر في التايم الاول، هنا لو خد المدافع ده في ظهره، لكن الاحتكاك اللي حصل شويه بينهم ده، وتلت ساعه من شوط المباراه الثانيه، ولقاء لحد الان متوسط المستوى، المستوى البدني قل فيه كتير في التايم الثاني، العرضيه خطيره، هوبا خطيره، هو ده، اوه كريم
يا كريم يا كريم، الليلة كلها هو ده كريم الأحمدي يا ولد على كريم. نجم المغربي الجميل، شوف الكرة، شوف الانطلاقة، إنما فين الرقابة يا جماعة؟ الرقابة للوصل ليه ليه ليه؟ بص 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 بص، مش ممكن، راجل رايح هنا وراه طبعا قلة خبرة، قلة خبرة. سالم العزيزي المفروض يراقب المساحة ويراقب المان، ركنية مش عارف، الزعابي لسه ما جهزش، مجموعة المدافعين ما جهزتش، في بعض المشاكل شوية في الانقضاض، لكن تروح الكرة تاني في اليسار، هو ده محطة مهمة جدا، ورقة مهمة، محمد قاسم هو ده، محمد قاسم تبديلة موفقة جدا، محمد قاسم وكروس باس العرضية خطيرة الاتحاد، يوبا، لكن يا راجل بتسلم له كرة غريبة، غريبة، عدم جاهزية واضحة جدا على كل اللعيبة، لصالح فريق نادي الاتحاد ونادي الوصل. يا سلام على هجمة مرتدة خطيرة، هوبا مشوار مشوار، هوبا فينيسيوس، فاول فاول بره خطير، فاول الوصل يا ولد، فينيسيوس دي ليما، والحكم الجزائري الحلو الحلو بن ابراهيم، الحكم الجزائري يدي فاول، ولاعيبة الوصل زعلان على انذار، انذار بقول لك يدي انذار لازم، انا وطرد لو اخر لعيب طرد، يطرد الان لاعب من نادي فريق نادي الاتحاد، يطرد البديل محمد قاسم لانه عمل عرقله وعمل فاول، وهو اخر لاعب عنده انذار، وادي الانذار الثاني، عنده انذار والانذار الثاني، يطرد الان اللاعب محمد قاسم. يبقى شوف محمد قاسم غلط لما اعترض في الانذار الاول، وفي مدينه سعوديه رياضيه جميله، يمشي على طول ثاني تصويبه خطيره، عساف القرني على مرتين، رابطه عنق موجوده بشياكه بطناقه، الكره تحت رجله، تقول له رغم طاعتك يا حبيبي، رغم اشارتك يا حبيبي، يمشي على طول الكره ثاني لصالح الوصل، الوصل ينطلق عن طريق منديز، الذهب الاماراتي يسدد، لكن الكره على طول عن طريق منديز، مش هو منديز اللي انا عارفه، رئيس هذا النادي والشخصية الكبيرة جدا جدا، الشخصية المرموقة، واللي كان عضو في يوم من الأيام عام 2012 كعضو لهذا النادي، يرجع ويستلم الدفة، يمشي كرة تاني على طول عرضية خطيرة جدا، ربنا الاتحاد والتسديدة، والزعابي الزعابي يوسف الزعابي، جو يا جو يا جو، جو يا جو يا جو يا جو يا جميل، يا ولد يا زعابي عظيم، يوسف الزعابي خلاص يتمحي لك كل حاجة، يتمحي لك التيك اوف والتيك اوت والتيك ان وكل حاجة، والتيك تيك 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 وصلوية، يا الله يا الله، مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن، فرصة الهدف الثاني ب 10 لعيبة الاتحاد، كاد أن يسجل، كاد أن يسجل، هو حسن معاذ، لازم المان أوف ذا ماتش يبقى ما بين حسن معاذ وكريم الأحمدي، لو ما ادوهاش لواحد من الاثنين دول خلاص يبقى احنا مالناش فيها، يبقى احنا مالناش فيها، لأن بصراحة الاثنين هم أفضل اثنين النهارده.